تعمل البعثة الطبية المصرية بالسعودية بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم. ووصل عدد من ترددوا على العيادات إلى 19,000 حاج، فيما بلغ عدد المرضى بالمستشفيات السعودية 52 حالة، منهم 24 حالة بالرعاية المركزة وحالتهم مستقرة. بهدف الوقوف على الوضع الصحي للحجاج المصريين، عقد رئيس البعثة الطبية المصرية اجتماعا لأعضاء البعثة ورؤساء الفرق الطبية العلاجية والوقائية ومدير العيادات لاستعراض خطة ما بعد المشاعر في تقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن أينما كانوا بالعيادات الطبية والوضع الصحي للمرضى بالمستشفيات السعودية. الوضع العام الحمد لله مطمئن. احنا عندنا حوالي 88 حالة اتحولت للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية. تم خروج بحمد الله 36 حالة لخروج تحسن من ضمن الحالات. ما زال بالمستشفيات حوالي 52 حالة في المستشفيات إلى الآن، منهم 24 حالة في الرعاية المركزة و28 حالة في القسم الداخلي، وبيتم متابعة الحالات دي بصفة دورية وبصفة يومية على مدار الساعة لحين إن شاء الله بإذن الله خروجهم من المستشفيات بإذن الله. كما وصلت عيادات البعثة الطبية عملها في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية لضيوف الرحمن، إضافة إلى الندوات التوعوية لمنع انتشار الأمراض بينهم من خلال فرق الطب الوقائي التي تجوب أماكن إقامتهم. الأعراض ما تنحصر في نزلات برد نتيجة التغير المناخي ما بين المناسك وما بين الفندق والإقامة، إجهاد عضلي ليس إلا، الأمور كلها ميسرة وبسيطة. المريض بيأتي بيقدم له أفضل خدمة في أقل وقت وبأكثر سرعة، ونحمد الله إن احنا متواجدين 24 ساعة في المكان. كذلك بنقوم بعمل المساحات الاستكشافية للحالات، بنعمل مسحة الأنف لاشتباه الكوفيد، وبنشوف الحالات لو محتاجة أي إجراء طبي زيادة، وبنتابع التشخيص بتاع الحالة، كمان بنتابع نتيجة الحالة ونعمل متابعة كل 3 أيام، وبنتابع المخالطين لكل حالة، وبيتم عزل أي حالة يثبت إيجابيتها لحالات الأمراض المعدية عندنا، وبيتم فرز حالات الأمراض المعدية عندي، يتم فرز حالات الأمراض التنفسية، كذلك بيتم فرز حالات الأمراض المعوية ويتم التعامل معها طبقا بالاجراءات الوقائيه، وبيتم باكمال الاجراءات الوقائيه لكل الحالات قبل ما يخرجوا من بره مصر من التوعيه الصحيه الشامله، ثم بعد مجيئهم هنا سواء في مكه او في المدينه، خاصه في انواع الامراض المختلفه زي الاجهاد الحراري، ضربات الشمس، التغذيه الصحيه اللي المفروض الحاج يتوفر لها، كيفيه التعامل مع المناخ خاصه ان المناخ بيتغير طبعا هنا عن الأراضي المصرية. قبول واستحسان من قبل ضيوف الرحمن لما يقدم لهم من خدمات لوجستية وطبية من قبل البعثات النوعية وبخاصة الطبية المصرية. كل يوم أقيس السكر وأقيس الضغط وعلاج واهتمام والأكل، يعني كل الأنواع، الخدمات، الفندق والمرشدين والدكاترة والأكل، المطعم، كل حاجة زي الفل، ومهتمين بنا زي أمهاتهم بالظبط. وربنا يعود عليكم بخير، ودايما كده في الخير معانا دايما كده، وما تنسوش الناس الطيبين والكبار اللي زي حالكم. البعثة الطبية 10/10. البعثة الطبية ما في، رحت لها حوالي زيارتين ثلاثة، كل الطلبات متاحة ونصايحهم كلها طيبة الحمد لله. ويتواصل عمل البعثة الطبية المصرية لتقديم خدماتها العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن أينما كانوا، ليكون شعار خدمة الحقيق شرف لنا واقعا ملموسا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.